الخير بنات عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، وانتم في احسن الاحوال. جمعه مباركه اليوم، نكمل الخدمه ديالي معاكم. مهم هانتوما معايا، خليكم انا يلاه فقط. مهم درت اللي كنديرو ديما، مهم الروتينات ديالي. ودابا ان شاء الله غنمشي نفطر باش نحزم هذا الراس هذا ولبس الطابليه ونمشي للكوزينه. خاصني نمشي نجيب الورقه البسطيله حتى هي الاولى، ونمشي نجيب الدجاج خاصني حتى هو. ومهم اي حاجه غنشاركها معكم، درت شي غدا مهم ما حرقتوش غنشاركو معكم سوا. مهم ها نتوما معايا، نتمنى اللي مازال ما تابوناش يتابونا معايا ويخلي لي تعليق زوين باش القناه تزيد القدام، وهذا هو اللي كاين. مهم خليكم معايا. فكي شفتو البنات ضروري من العود في الصباح، وخصوصا يوم الجمعه اكيد طبعا مع القران الكريم. المهم البنات كي شفتو معايا ان شاء الله بحول الله غنشارك معكم غير اللي وجدنا وصافي، لانه صراحه ما كانش الوقت باش تهزي التليفون، كانت الخدمه بزاف كلها وفاش كيجري. المهم شاركت معكم غير لقطات خفيفه بزاف بزاف. المهم شنو حضرت وصافي، لان كيف قلت لكم ما صورتش الكواليس، ما وراء الكواليس ما صورتش صراحه، كانوا يديا ما مشغولين، ما كانش الوقت، والله ما كان الوقت. المهم في الصبح ضروري تبخرنا وشمينا العود ومشينا جمعنا شطيطنا ومشينا خدمنا. مهم البنات او ما غتشوفوا معايا البريوات، فجمعتهم وطويتهم وغلفتهم بلاستيك غذائي وغنديرهم في الثلاجة حتى لغدا ان شاء الله، وعاد غدا نقليهم. خلاص بالنسبة للأخوات اللي نضافوا جداد القناة، راه أي حاجة كنحطها البنات راه إلا و سابق ليا دايرة عليها فيديو خاص من البريوات، من بسطيلة، من حتى هاد لاصوص هادي المالحة اللي يقدروا البنات ما يكونوش شايفين فيديوهات سابقة، فغيش شوفوا في الفيديوهات راه كاينين روابط خاصة نتاع كاين فيديوهات عفوا خاصة نتاع هاد الشي اللي كنحضر. هنا البنات خرج ساري البنات، الجو كيتقلب. المهم انا خارجة غادية نجيب الدجاج، ايوا نتوما معايا تكبط هنايا. برد رجع شوفو البنات، جيت عند صحاباتي لا فارماسي ناخد شي دواء، وشوفو على غفلة والله الا لقيتهم ساكن كاع يتفرجو فيا. وها نتوما ما عندي ما يتسالكم، تبارك الله عليكم. المهم البنات كي شفتو انا مشيت خرجت تقديت، جبت داكشي اللي خاصني، جبت خاصني فروماج، خاصني شعريه، خاصني دجاج. انا الدجاج ما كنخليش عندي في الكونجيلاتور، كنبغي نجيب داكشي يعني نهار بنهارو. صافي هادشي اللي كاين. ومهم غندير واحد السباغيتي اللي سهله وخفيفه. والله البنات انا النهار ما كاين حتى شي حاجه من الفطور، في الاخر من جعت كيت شي تميرات صافي ما كاين حتى شي حاجه. المهم ندير شويه سباغيتي، الصراحه والله الا مشهيه ناكل منها واحد شويه. المهم هي شويه مره المهم الا تشهات نفسنا شي حاجه ما نحرموش راسنا، راه داكشي راه حتى بسيكمو راه كيلعب دور صراحه. سمحوا لي البنات قطعت الكاميرا، جات ماما دايزه، هي من داك النوع اللي ما صراحه ما كتبغي ما تبغيش تبان، يعني كنحترم الراي ديالها. راه بانت شي شويه وراني غنشوف ندرقها بشي لعيبه حيت الا مشات شافت راسها رختكم عاد حرام عليها. المهم هادشي اللي قلت لكم، قلت لكم داكشي راه نفسي، لان الواحد الا بقى باله في الحاجه وما كلهاش، راه واحد الهرمونات كيفرز واحد الافرازات اللي الواحد كيزيد في الوزن. دونك الواحد الا تشهى شي حاجه ما يحرمش راسو، ولاني ماشي يطيح فيها عمو، ياخذ غير داك الشيء القياس وصافي. ومشيت انا اليوم درت الدره صح، راه خرجت بصرا واحد العجاج وواحد البرد بوحديتو. ايوا المهم هذا هو اللي كان. المهم نمشي نبدل بعدا، نحيد المونطو ديالي ونجي نصايب السباغيتي.
ولي كيديني النعاس. انا كنهضر معاكم كيديني النعاس. عجب الناس راهي كنسالي كنجمع كنمشي كندير الفيديو كنمونطيه صافي كان يتمونطا ليا كنحطوه لان كياخذ وقت باش باش كيتلونصا في اليوتيوب صافي كننعس ما كنستناش حتى لغدا لي الصباح عاد كنشوف الفيديو كيتحط وكهذا كندير له العنوان حتى لغدا ليه عاد كنشوف الفيديو كيف تحط. ايوا هذا هو اللي كاين. غنبغي نشكر الاخوات كاملين اللي نضافوا عندي القناه والاخوات اللي كيكتبوا لي تعاليق زوين وواحد الاخت حتى هي شجعتني قالت لي درت على الفيديوهات كاملين قالت لي عجبها المحتوى ولله الحمد. ونتمنى انكم تبارطاجيو بعضياتكم باش القناه تزيد لقدام ان شاء الله بحول الله. وهذا هو اللي كاين وانتم معايا البنات. كيشفتوا هنايا درت السباكيتي كتسلق الكفته خلاص درت لها العطريه يعني سهله مهله. هنايا من طابت الكفته ضفت ليها لاصوص طوماط مع واحد الشامبينيون مع فرماج وصافي. ودرت السباكيتي هنا بطبقات يعني ولا تقدروا تخلطوا كل شيء وتحطوه. شوفوا حنايا وجد عشانا والناس مازال ما جاو خداو العشاء ديالهم. فكانت حتى طلبيين تاع البسطيلات هنايا غتشاهدوها معايا خليتها هي التاليه. والصراحه والله الا تعشينا وجمعنا ومازال هما ما جاو راه تقريبا العشرة د الليل دابا والله الا مازالت الصراحه تعطلوا بزاف والله العظيم. ايوا هادشي اللي كاين هذا هو اللي كاين. اسهل سباغيتي واسرع سباغيتي تقدروا توجدوها البنات هي هذه. تقدروا تضيفوا لها الفرماج. انا ما كانش الناس قاده ليا الفرماج فدرتها غير هكاك وتحمرت شي شويه في الفران وصلعن بيه. هادشي اللي كاين. المهم نتمنى انكم تخليوا لي التعليق زوينه وسمحوا لي بزاف ما صورتش معكم الكواليس. انا صورت لكم غير فؤاد داير الطيفور داير الطيفور عليه محمقنا هنايا راه الكوزينه الفوق. ما عمري صورت لكم فيها شي حاجه الا من كتكون شي حاجه كبيره ديال المناسبات هي اللي كن ما كنرونوش لتحت. فالتحت مخليينو غير شي حاجه فقلت لكم تحت كنخليو غير شي حاجه بسيطه. وهذا مكان وتصبحوا على خير.